بقى في 10 سنين الحته تحلو قوي كده. حلو اه بس مش لينا احنا، اتخلينا عشان نتفرج بس يا جود. عدي عدي. يا وفاء ما جاتش معاكم ليه يا كمال؟ وفاء بعد ما وصل خبر موتك سابت الحته كلها ومحدش عارف لها مكان. من امتى؟ من سنتين كده بعد ما اتجوزت. هي امان اختي اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ واحد من الحته. ايوه مين يعني؟ ما تنطق يا كمال، انزل قول لي اتجوزت مين؟ جميل خرابه يا جود. جميل؟ اللي كان بيدي حقن مكسي في الخرابه يتجوز اختي اماني؟ ده ليها حق وفاء تسيب الدنيا وتطفش. يعني جميل دلوقتي نايم مع اختي شقتنا؟ ما هو جوزها يا عم. جوزها؟ ده يوم ام اصلا من يوم غزو العراق. خد يلا يا مجنون يلا. يلا فوقنا. خد يلا. خد يلا. يا جماعة عيبنا خد بس. افتح الباب يا امان. اسمع الله اخوي. ازيك يا امان؟ نورت بيتك اخوي. يا اخويا يا اما. خدها جاي يا اما. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ده يا اماني. تتجوزي المعفن ده وتقعديه في الشقة يا اماني. ليه كده يا عم؟ ده انا بحبك. أمه ابني حبيبي وحشاني يا أمه. ده يا أماني جميل خرابة يا أماني. أنا اللي خرابة؟ ده أنت رحت العراق وكان شعبها بيفطر كباب، راجع منها وهي خراب في خراب في خراب. يا أخوي يلا بقى الليلة بقى تشوف لك مكان تاني تبات فيه. اطلع بره يالا. لا لا بقى لغاية كده. لا أنا متجوز أختك أماني على أساس إن عندها الشقة وهي بكل حال على بابا عليه وعلى المتدرب اللي جول الدرب. اثبت انت وهو وهي وكله يديني التمام. الحقنا يا عم وحظهم. حرامي ده ولا ايه؟ تعالى يا جود اقعد. خش انت كده. خش. وهدي نفسك وخد نفسك، الحكايه مش مستاهله. يلا يا امان طلعي اللحمه والفراخ من الفريزر واعملي لنا شويه صدق. ما تتكلم يا عم مازن، ما اثر انا في حاجه. لا لا لا، ثلاجه بوتاجاز غسالة وكاش. وديك انت جايني بالصدفة. قوم كده افتح الفريزر هتلاقي لحمة فراخ سمك. وقت ما بتطلب معايا بحمر. وهو اللي اتغرب 10 سنين راجع لي وايديه في الكلبشات. ما انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمة ده في بيت واحد. خد خد هات. ويا ابني المجنون يا اخي بقى وحياة الشراح راح بس. يلا اجري هنا. استغفر الله العظيم يا رب. خد نفسك روق روق. فين يا اماني الفراخ اللي قال عليها؟ فراخ ايه؟ قوم يا عم اتكل على الله من هنا. خد السيجاره بتاعتك واتكل على الله. يلا شكرا. يلا يا مش ناقص. السلام عليكم. خلاص بقى اقعد. وانت قوم من هنا. قوم نطلع فوق. وانا اللي كنت فاكر هرجع الاقيك متجوز اماني. انا؟ اه. تقالي كنت بتحبها ولا ايه؟ حب حاجة والجواز حاجة تانية يا جودة. الفلوس لما بتجيني بتجيني عشان تسدد جزء من اللي عليا. واحد طول عمره مديون يا جودة. انا شايف بكرة كويس قوي. بكرة سواد يا جودة. أعوذ بالله يا أخي، أمال في السعد. ما يعلم الغيب إلا ربنا. لا لا إلا الله. بس اللي ما يشوفش إنه غربان يبقى أعمى. أنا هسيبك تريح شوية. تريح فين؟ رايح أدي حصة جنبك هنا. أنت لسه بتدي دروس؟ مش أحسن ما أدي حقن. طب قشطه يعني شغال وماشي معاك. شوف لي معاك بقى 30 40 جنيه اجيب بنطلون وقميص ولا حاجه. 30 40 جنيه دول ما يجيبوش حزام اساسا. هي الفلوس رخصت قوي كده؟ امسك 70 جنيه. تحرجنا والله يا كيمو. يعملوا ايه دول؟ كده يا ماني جميل خرابة يا ماني. وجالك نفس ازاي؟ اختك كسرة 30. يعني حكاية النفس دي ولا ليها لازمة اساسا؟ قارة العنس وحشة يا جودة. خلاص بقى ما تزعليش، ابعتي هاتيه بس ما يحششش في البيت تاني. عيني يا اخويا ما يحششش في البيت.
او مشوح لك حته لحمه بقالك كتير ما اكلتش من ايدي. من ايدك؟ اه من لحمتها هو. لا اعمل لي فراخ. عين يا اخويا. خلاص بقى ما زعليش. قولي لي ياما، تعرفيش حاجه عن وفاء؟ صحينا في يوم من النوم يا ابني لقيناها هي ولا الواد طفشت. بقول لك ايه، ما تسال عليها عند اهلها. أنا مش مصدقة نفسي يا جوز، بقى بعد 4 سنين تحرش في الجناين والأتوبيسات يتقفل علي أنا وأنت باب وحش. دماغ المعمولة مش طالبة راغي. صح صح، يلا بقى أحضني. إيه دي بس عشان جاي لي ناس. أنت دلوقتي؟ آه. أخص عليك يا جودة، عازم ناس ليلة دخلتك؟ لا ده في مصلحة. بقول لك إيه، الدماغ اللي معمولة مش طالبة مناقشة. عندك حق. خلاص يلا بقى بسرعة. بوسني. آه كده. بس الدماغ اللي معمولة مش طالبة بوس. جرى يا جودة؟ إيه؟ هي الدماغ اللي معمولة ولا طالبة شيل ولا حضن ولا بوسة ولا رغي؟ طالبة إيه بالظبط معاك النهاردة؟ شوفي حظك كده، الدماغ اللي اتحملت مش طالبة دخلة. ولا اقلع يالا. الله الله الله، هي حصلت؟ اه. ولا انت منين يا اخصاليك يا جودة؟ قول انا مارة يالا. انا هوريكي الدماغ اللي اتعملت طالبة ايه. اخصاليك يا جودة. طالبة غطس. مالك يا حبيبي، سرحان في ايه؟ لا لا يا ام، ولا حاجة. يا فراخ، ده انا بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. بالهنا والشفا يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هناء صح؟ ايوه يا اخويا. مين؟ انا جودة جوز اختك وفاء. والله كبرت يا هناء. ايوه ايوه انا عارفاك من الصور. بس انت لسه عايش؟ المهم وفاء فين؟ راحت فين؟ ما اعرفش عنها حاجه. ازاي بقى؟ دبت خناقه هي وابويا جي من سنتين كده، قام كرشها من البيت. كرشها ليه؟ في يوم وهي راجعه من الشغل اول ما شافها. مساء الخير. قصدي تقولي صباح الخير. احنا في وش الفجر. كان في ايدي فستان فرح، كان لازم اخلصه، ما كانش ينفع امشي قبل ما اسلمه. اه فستان فرح، وجبت كام بقى وريني. يا اخي حرام عليك، ده عرق ولية، بتحاول تعمل حاجه لليتيم اللي متلقح جوه ده. انت عايزه تعيشي هنا انت وابنك بلوشي؟ بلوشي؟ امال مين بقى ان شاء الله اللي قايم بمصاريف البيت كله؟ حاسبي يا ام مصاريف، هو انت فاكره مصاريف البيت اكل وشرب؟ لا حبيبتي، في مصاريف تانية كتير قوي انت لا تعرفيها ولا حاسه بيها. مالك يا سي صالح بتزعق ليه يا اخويا؟ هتصحي الناس اللي حوالينا. بزعق لبنت الكلب دي اللي دايما تجيب لي سيره الفلوس وتنفذني وتفور دمي. لا تفور دمك ولا فور دمي. حاسبي يا اختي، خلاص هشوف لي انا والواد مطرح تاني نعيش فيه لوحدينا، والفلوس اللي بكسبها هحوش في 60 داهية بس عليها الطلاق بالتلاتة. لو خرجت من العتبه دي مش هتدخلي منها تاني. هناء مش همسكي على اخواتك، خدي بالك على نفسك. ونزلت ومعرفش راحت فين، ومن يومها العم ولا خال دخل علينا حتى بعلبه كشك. جيلي بنعجب كده منين؟ مفيش فلوس يا روح تيتا. وانا مالي؟ ده مين ده؟ ده اسامه اخويا. ازيك يا اسامه؟ ولا يا واد يا اسامه، التسجيل هيبيعه. ولا اسامه. يا اسامه اضطريت اتجوز جواز مصلحه، راجل قدبولي، قلت هطلع لي بقرشين ادفعهم مقدم التاكس، هيجيب له في اليوم يجي 50-60 جنيه اصرف بيهم على العيال الغلابه دول. اما نصبوا عليا يا جوده.
نصبوا عليك ازاي؟ واحدة واحدة كده فهميني. عمرك سمعت عن واحدة اتنصب عليها في شقة البكارة؟ قصدك يا نهار اسود، هو النصب وصل لحد هنا؟ كنت بشتغل في شقة في العجوز، شغالة يعني. جسم صار وقال لي جايب لك عريس بعقد عرف 20 يوم ب20,000 جنيه. اليوم ب1,000 جنيه؟ بالظبط كده. ده مش عقد عرف بقى، ده عقد إيجار. عريس مقرف معدي 70 سنة. خذي هادي يا قمر الزمان. ايه دي يا ابو طلال؟ هادي علشان ما تحسين بشيء. يا ويلك مني، قطة صغيرة هي كلها أسد. ها وطلع أسد ولا حرمه؟ ده لعب 60 كلب نصاب. أتاري الحباية اللي اداني دي كانت حباية منومة. أبو طلال طفش. يا لهوي، طب وفلوس؟ ربنا يعوض عليك. اتنصب علينا يا هناء، لا دفع إيجار الشقة ولا دفع فلوسك، هنعمل ايه؟ طب وايه؟ وطبعا لا بلغتي ولا عملتي حاجة. هبلغ اقول ايه بس يا جود؟ طب يلا بينا. على فين الوقت؟ هجيب لك حقك. يعني ايه؟ معقولة النصب وصل لحتة فلانية؟ هو ده يوسف السمسار، ودي ام سمسم مراته، جودة جوز اختي. اهلا يا اخويا. تشربوا ايه؟ نشرب 20,000 جنيه ووقتي. بتوع ايه؟ هي ما بقتش خايفه من حاجه، كلنا عرفنا الحكايه، فيا اما تدفع يا اما نطلع كده كلنا على النيابه برابطه المعفن. ما ياكلش الكلام ده معايا، اشوف لك حوار تاني. اعمل لك ايه؟ الزبون هرب. لا ده نصب، دي قضيه نصب. لا نصب ولا غصب، برضاها ماضي عقد عرفي والعقد ده عندي. لا ده انا طاربه الدنيا، انت تعرفش انا ممكن اعمل ايه؟ تعمل ايه يعني؟ اسكت انت. حاضر يا حبيبتي. بقول لك ايه يا اخويا، بالشبوره اللي انت داخلنا فيها دي روق كده. انا على العموم عندي حل يرضي جميع الاطراف. حل ايه؟ اقعد بس واستهدى كده، اقعد. انا عندي عريس يدفع اكتر، بس شرطه تبقى بنت بنوت. بنت بنوت ازاي يا اختي بعد اللي حصل؟ مش مهم، نديها غشاء صيني. هو ده كمان الضرب؟ يعني دلوقتي وانت بتجهز البيت تجيب لها طقم صيني وغشاء؟ سترة، ده ما فتح بيوت يا اخويا. وده بقى في